تبلح ولا تشلح؟ لا ابلح سمعتي. ما هو بالك تشلح دي مش شرط يكون معناها انك تشلح بالمعنى القبيح، ممكن كنت تشلح انسانيا. لا 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 ارجع لي جم والله ما افوتها. يعني ايه شلح انسانيا؟ يعني تبقى تكشف كروتك يعني. لا انا واضح اصلا يعني تشلح. لا انا واضح. انت خايف تشلح. اه طبعا فتبلح احسن. بص انا ضد الاغراء عموما فمش هشلح. ما انت مش عارف التبليح ده ممكن يوديك فين. بس مهما وديني مش هيوديني زي ما التشليح هيودي.